السلام عليكم، نكمل وياكم محاضرات مادة الأصول واللقاحات النظري. اليوم عندنا المحاضرة السادسة اللي عنوانها الـ DNA Vaccination. DNA Vaccination is a technique for protecting an organism against disease by injecting it with genetically engineered DNA to produce an immunological response. إذن هي من التقنيات الحديثة المستخدمة بالفترة الأخيرة. الغرض من عندها انه اني اسوي لقاح منتج من قبل الدي ان اي من الديوكسي ريبونيوكليك اسيد مثل ما نعرف. هذه التقنيه تستخدم لحمايه الكائنات بشكل عام سواء كان نباتات او حيوانات او ايضا الانسان ضد الامراض بواسطه حقن الدي ان اي المهندس او المعدل وراثيا لغرض احداث immunological response اللي هي الاستجابه المناعيه. بالنسبة للنيوكليك أسيد فاكسين are still experimental and have been applied to a number of viral bacterial and parasitic models of disease as well as to several tumor models. إذن لحد الآن بالنسبة للنيوكليك أسيد vaccines هو عبارة عن experimental تحت التجربة، وبسبب أنه هذه التقنية هي تقنية حديثة وبالفترة الأخيرة تم اكتشافها، لهذا بعدنا لحد الآن في طور التجربة لغرض إنتاج لقاحات يكون أصلها أو يكون مادتها عبارة عن الـ DNA، بالتالي تعتبر من التقنيات المتقدمة اللي لو نجحت بشكل كامل راح توفر لنا هواية أمور من ناحية التكلفة المادية، من ناحية آلية نقل المواد، من ناحية توفير ظروف بسيطة لغرض الحفظ والخزن. يعني هواي أمور إن شاء الله راح ناخذها ضمن المحاضرة وإن شاء الله تستفادون من عندها. DNA vaccine have a number of advantages over conventional vaccine including the ability to induce a wider range of immune response type. إذن هنا يمكن من أهم الأمور اللي تميز الـ DNA vaccine عن الـ conventional vaccine، عن الـ conventional vaccine يعني الـ vaccine القديم اللي احنا هسه حاليا دا نستخدمه، يتضمن قدره الدي ان اي فاكسين على احداث اميون ريسبونس ذات مدى واسع، استجابه مناعيه تكون ذات مدى واسع ويحفز لي مختلف انواع المناعه من ناحيه اذا كانت مناعه هيومرال او سيلولار اميونيتي. ايضا بالنسبه للدي ان اي فاكسين are made up of small circular pieces of bacterial DNA called the plasmid. إذا هو يتكون من قطع دائرية صغيرة من البكتيريال دي ان اي اللي هو نسميها احنا البلازميد. هذه البلازميدات اللي هي تختلف عن البكتيريال دي ان اي، تكون موجودة في البكتيريا، شكلها يكون دائري صغيرة الحجم، وايضا راح شو نسوي لها؟ راح نسوي لها تعديل او هندسة وراثية genetically engineered to produce one or two specific protein from a pathogen. بالتالي راح تهندس وراثيا لغرض انتاج بروتين واحد او اكثر اللي هي الانتيجينات الخاصة بالممرض اللي انا اريد انتج لقاح ضده. The vaccine DNA is injected into the cells of the body where the inner machinery of the host cells read the DNA and convert it into pathogenic protein. إذن الـ DNA vaccine راح يتم حقنه في خلايا الجسم، جسم المضيف، بالتالي الـ inner machinery الخاصة بالهوست ايش راح يسوي؟ راح تقرا الـ DNA وتحوله إلى بروتين. يعني عملية الـ translation الترجمة، ترجمة الشفرة مال الخاصة بالـ DNA راح تتم داخل جسم المضيف. والاكسبريشن التعبير عن هذا الجين وانتاج البروتينات الخاصه بالممرض ايضا راح تتم داخل جسم المضيف. Because these proteins are recognized as foreign when they are processed by the host cell and displayed on their surface, the immune system is alerted which then triggers a range of immune response. اذا بعد ما تم ادخال هذا الجين ومثل ما قلنا انه عمليه التعبير وانتاج البروتين تم داخل جسم المضيف، بس بقى هذا البروتين عبارة عن جسم غريب على الكائن المضيف، بالتالي تكونت استجابة مناعية ضده لأنه تم عرض هذا خارج أو تم طرحه خارج الخلية، فبالتالي اعتبر كجسم غريب وتم إنتاج المناعة ضده أو أحدثت الاستجابة المناعية ضده.
وبالتالي راح هنا راح يكون عملية التعبير أو إنتاج البروتين الخاص بإحداث الاستجابة المناعية هو ضمن ميكانيكيات الخلايا المضيفة. زين، مثل ما تشوفون هاي ميكانيكية إنتاج أو آلية عمل الـ DNA vaccine وإنتاج الاستجابة المناعية. هذا البلازمي الدي ان اي اللي هو يحتوي على الشفره الخاصه بالممرض راح يتم حقنه داخل الجسم، بالتالي هذه الخلايا راح تنتج البروتينات اللي يشفر لها هذا البلازميد. بعد ما انتجت البروتينات قلنا البروتينات هي تعتبر شنو؟ تعتبر اجسام غريبه، تم انتاج هذه الانتجينات البروتينات وبالتالي احدثت لي استجابه مناعيه اللي من الممكن ان تكون هيومرال اميون ريسبونس او سيلر اميون ريسبونس، استجابه مناعيه خلطيه واستجابه مناعيه خلويه، وايضا ممكن ان تكون من نوع الام اتش سي كلاس 1 او ام اتش سي كلاس 2، هذه اللي اخذتوها بالمناعه في حال اذا كانت الاصابه هي انترا سيلولر او اكسترا سيلولر. زين، نجي الى كيفيه انتاج الدي ان اي فاكسين، شلون يتم انتاجه يعني مصنعيا او معمليا او مختبريا، كيف يتم انتاج الدي ان اي فاكسين؟ بدايه عندنا هذا الفيرال جين، هذا الجين الخاص بالفيروس او البكتيريا اللي انا اريد ان اكون مناعه ضدها، راح اجي اسوي لها بتقنيه الريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي، تقنيه الدي ان اي المعاد تركيبه، راح اجي ادخل هذا الفيرال جين بالاكسبريشن بلازميد، وراح يكون شكل البلازميد بهذا الشكل، هذا الشكل الحلقي نفسه ولكن يحتوي على الشفره الوراثيه الخاصه ب الفيروس الممرض. بعدها راح يتم ادخاله الى داخل الخليه البكتيريه للبلازميد، يتم ارجاعه الى الخليه البكتيريه، ومن ثم يتم تضاعف الخليه البكتيريه لغرض مضاعفه البلازميد. فتشوفون هنا بلازميد دي ان اي جيت امبليفايد، يعني اكيد الخليه البكتيريه راح تنقسم 2 تصير 4، 4 تصير 8 وهكذا، وبالتالي يتضاعف عندي عدد البلازميدات. بعدها راح ارجع اسوي بيوريفيكيشن، اجي انقي البلازميد من الخلايا البكتيريه ويصبح عندي اللقاح جاهز لغرض استخدامه باعتبار انه هو عباره عن بلازميدات تحتوي على شفره الدي ان اي الخاصه بالفيروس او بالبكتيريا مثل ما ذكرنا او اي ممرض كان. وبهيج حاله من صار عندي البلازميد جاهز راح اجي احقنه داخل جسم المضيف، وراح يعبر عن البروتين سواء كان توكسين او غيره داخل جسم المضيف، ومن ثم راح تصير عندي الاستجابه المناعيه مثل ما ذكرنا قبل شوي. بعدها عندنا موضوع potential advantage and disadvantage of nucleic acid based immunization، راح ناخذ المنافع والمساوئ من استخدام ال DNA vaccine. اول شيء راح ناخذ subunit vaccination with no risk for infection. اذا هنا ماكو اي خطر لاحداث الاصابه باعتبار انه انا راح انطي بلازميد ماده وراثيه ويتم التعبير عن التعبير الجيني لغرض انتاج البروتين او الانتيجين في داخل جسم المضيف، فماكو اي خطر من حدوث الاصابه. النقطه الثانيه انتيجين بريزنتيشن باي بوث ام اتش سي كلاس 1 اند كلاس 2 مولكيولز، وهي ذكرناها قبل شويه انه التعبير او تقديم الانتيجين شلون راح يتم؟ راح تتم بطريقتين، اذا كان انتراسيلر فيتم التعبير عنه خارج الخليه، وراح تيجي الام اتش سي كلاس 1 و التي سايتوتوكسيك سيل وراح تصير عندي الاستجابه اذا انتراسيلر، واذا كان اكستراسيلر فراح يتم طرح الانتيجين خارج الخليه وبالتالي راح تلقى الهيلبر 2 والام اتش سي كلاس 2 ويتم ايضا الاستجابه المناعيه، اذا من الناحيتين الام اتش سي كلاس 1 والام اتش سي كلاس 2. النقطة الثالثة able to polarize T cell help toward type 1 or type 2. إذا هنا استقطاب النوعين لل T helper، T helper 1 T helper 2 باعتبار انه قلنا راح يطلع انتيجينات اما خارج الخلية وبالتالي راح تجي الهيلبر 2 او تبقى في داخل الخلية ولكن تعبر عن وجود يعني تعتبر انتيجين presenting cell راح تقدمه لغرض وصول ال T helper 2 حتى تسوي لي ام اتش سي كلاس 2 وتقضي على هذا العفو ام اتش سي كلاس 1 وتقضي على الممرض او الفيروس وتسوي استجابه مناعيه. زين الاميون ريسبونس
focused only on antigen of interest. إذا هنا الاستجابة المناعية راح يكون تركيزها بشكل أساس على الانتيجين اللي أني أريد أسوي استجابة مناعية ضده. يعني شنو؟ يعني مثلا إذا استخدمت البكتيريا بشكلها الكامل فهي تحتوي على إبيتوبات وتحتوي على بروتينات ومواد ممكن أن يصير الاستجابة المناعية ضد كل هذه المكونات من البكتيريا. بس أني إذا أريد فقط الجزء اللي يسبب إصابة مرضية من عندها أسوي استجابة مناعية ضده، فأقدر بهذه الطريقة أخذ الجين المسؤول عن هذا الشيء ويتم حقنه داخل الخلية، يعني مثل ما سوينا قبل شوية، وبالتالي أسوي استجابة مناعية ضد فقط هذا الجزء المسبب للمرض. يعني مثلا عندنا الإيكولاي. الإيكولاي بها عدة سلالات، بها سلالات أصلا طبيعي تعيش في داخل جسم الإنسان، وأكو سلالات ثانية لا هي ممرضة في حال وجودها راح تسبب لي إصابة مرضية، فأنا أريد أتخلص فقط من الممرضة فأخذ الجين المسؤول عن إمراضية هذه الإيكولاي وأسوي له DNA فاكسين حتى أكون استجابة مناعية ضده، وبالتالي ما راح تتأثر الإيكولاي الاعتيادية اللي موجودة بالجسم. أيضا ease of development and production cost effectiveness، إذن هي بسهولة يتم إنتاجها وتطويرها وطرحها وتكلفتها تكون قليلة جدا. أيضا stability of vaccine for storage and shipping، هذه النقطة المهمة اللي دائما نعاني منها بتلف اللقاحات بنقلها لفترات طويلة من أماكن بعيدة وتعرضها لدرجات حرارة عالية، هنا ماكو أي مشكلة ما نعاني من ناحية الخزن وأيضا الشيبينج اللي هي الشحن والنقل. ايضا عندنا لونج تيرم ريزيستنس اوف اميونوجين، راح يبقى لفتره طويله باعتبار انه اصلا التعبير الجيني تم في داخل جسم الكائن الحي نفسه اللي انا سويت له الفاكسينيشن، فراح يبقى عندي التمنيع لفتره طويله. ايضا عندنا اوفيت نيد فور بيبتايد سينثيسيس اكسبريشن اند بيوريفيكيشن اوف ريكومبيننت بروتين اند ذا يوز اوف توكسيك ادجوفنت، ما راح احتاج او تجنب استخدام البيبتايد سينثيسيس تصنيع البيبتايد وتعبيره ومن ثم تنقيته ب طبعا وانتاج الريكومبيننت بروتين، وايضا راح اقلل من خطر استخدام الادجوفنت المساعدات اللي ذكرناها بالمحاضره القبل السابقه بالمحاضره الرابعه. زين ان فيفو اكسبريشن انجر بروتين مور كلوزلي ريسمبل نورمال يوكاريوتك ستراكشر وذ اكومبانينج post transitional modification. اذا هنا بما انه عمليه الانتاج انتاج البروتين وين تمت داخل خلايا اليوكاريوت حقيقيه النواه، بالتالي البروتين راح يكون مشابه لتركيب الخلايا، بالتالي الاستجابه المناعيه راح تكون اقوى مما لو تم انتاج البروتين في خلايا بكتيريه راح تكون هي بروكاريوت خلايا بدائيه وتكون قد تسبب لي مشاكل في حال استخدامها كلقاح. عندنا الديسادفانتج هنا المساوئ اللي ممكن تواجهني في حال انتاج او استخدام لقاح ال دي ان اي فاكسين. ليميتد تو بروتين اميونوجين نوت يوسفول فور نون بروتين بيست انتيجين ساتش از بكتيريال بوليسكرايد. هنا هذا النوع من اللقاحات هو محدد بالبروتين اميونوجين، فقط بالبروتين اميونوجين بالانتيجينات البروتينيه، وغير مفيد في حال استخدام النان بروتين based antigen. مثلا عندنا البوليسكرايد مال البكتيريا هذا ما ممكن ان انتج له دي ان اي فاكسين باعتبار انه احتاج الى ماده بروتينيه الله اقدر انتج لقاح دي ان اي فاكسين. النقطه الثانيه risk of affecting genes controlling cell growth، الخطر او التفكير انه ممكن ان يسبب لي خطر ان ياثر على الجينات المسؤوله عن السيل جروث عن نمو الخلايا، وهاي مشكله كبيره. يعني باعتبار اني اذا احقن جين هذا الجين قلنا احنا انه احنا نريده ان يعبر لي عن الماده البروتينيه في داخل المضيف في داخل جسم الانسان مثلا، فاني في بعض الاحيان هذا الجين راح يتداخل مع الجينات المسؤوله عن النمو او السيطره على الخليه، بالتالي يسبب لي مشاكل في نمو الخلايا. possibility of inducing antibody production against DNA، احتماليه انه يسوي لي inducing لإنتاج أنتيبوديات تكون inducing antibodies production against DNA ضد DNA مباشرة، يعني قبل ما يسوي عملية التعبير، وهذه يعني أيضا من المساوئ اللي ممكن أن تواجهني أنه الاستجابة المناعية راح تكون ضد DNA باعتبار مادة غريبة دخلت، أنا أريد الاستجابة المناعية تتم ضد المادة اللي راح يعبر عليها DNA اللي هو البروتين اللي راح ينتج.
ايضا عندنا possibility of tolerance to the antigen protein produced. زين احتمالية ان يصير tolerance للانتيجين اللي المنتج اللي هي انه يصير عندي شلون نقول تفاوت في في انتاج الانتيبوديات او الاسجار المناعية ضده. Potential for a typical processing of bacterial and parasite protein. ايضا ممكن ان يصير عندي عمليات غير صحيحة في انتاج البروتينات البكتيرية او الطفيلية. ايضا احتمالية atypical processing يعني غير صحيحة او غير مضبوطة. بعد ما خلصنا المنافع والمساوئ الخاصة بالدي ان اي فاكسين راح نتحول الى طرق الديليفري، طرق نقل اللقاح الى داخل جسم المضيف. DNA vaccine had been introduced into animal tissues by a number of different methods. The two most popular approach are. إذا ممكن عدة طرق نستخدمها لغرض نقل الـ DNA vaccine إلى داخل جسم المضيف أو داخل الخلايا أو الأنسجة الحيوانية. عندنا أكثر طريقتين شائعة رح ناخذها اليوم. الطريقة الأولى injection of DNA in saline using a standard hypodermic needle. إذن الطريقة الأولى هي بالحقن الدي ان اي باستخدام السلاين والستاندرد هايبوديرميك نيدل. طبعا هنا الحقن او الابر اللي تكون من نوع الهايبوديرميك اللي هي تحت الجلد conducted intramuscular and skeletal muscle or intradermal with DNA being delivered to the extracellular space. إذن ممكن أن يتم الحقن داخل العضلات، حقن في العضلة في العضلات الهيكلية أو intradermal تحت الجلد مثل ما ذكرنا، with DNA being delivered to extracellular space اللي راح يتم نقل DNA إلى الفراغ حول الخلايا خارج الخلايا، فراغ خارج الخلايا. زين. Immune response to this method of delivery can be affected by many factors. إذا راح تتأثر استجابة المناعية باستخدام هذه الطريقة من النقل بواسطة عدة نقاط. أول شيء النيدل تايب، نوع النيدل. أيضا الالجينمنت، نيدل الجينمنت، ترتيب أو وضع النيدل المستخدم. Speed of injection، سرعة الحقن. Volume of injection، كمية المادة المحقونة. والmuscle type and age، نوع وعمر العضلة اللي تم عملية الحقن في حال كان هنا الحقن intramuscular. وأيضا sex and physiological condition of the animal being injected. إذن الوضع الفسيولوجي وأيضا جنس الكائن اللي أو جنس الحيوان اللي استخدمنا الحقن إليه. بالتالي هذه النقاط كلها تأثر على الاستجابة المناعية اللي ممكن أن تحدث. مثل ما ذكرنا أعيد المرة الثانية بشكل سريع. نيدل تايب، نوع النيدل، النيدل الجينمنت، ترتيبها، سبيد اوف انجكشن، سرعه شكلها طبعا او ترتيبها، سبيد اوف انجكشن، سرعه الحقن، فوليوم اوف انجكشن، حجم الماده او الكميه المحقونه، والمسل تايب اند ايج، عمر ونوع العضله، وايضا العمر والوضع الجنس والوضع الفسيولوجي الخاص بالحيوان اللي يريد نحقن به الدي ان اي فاكسين. النوع الثاني من طرق نقل الدي ان اي فاكسين الى داخل جسم المضيف هي الجين جان ديليفري، يسموها جين جان ديليفري. طبعا مثل ما نسميه اذا بالعاميه شلون نقول مسدس الجينات. ذا اذر كومنلي يوزد ميثود اوف ديليفري بالستيكالي اكسلريتس بلازميد دي ان اي ذات هاز بين ادزوربد انتو جولد اور تنجستين مايكرو بارتيكل انتو ذا تارجت سيل يوزينج كومبريسد هيليوم as an accelerant. إذن هنا يتم الحقن بواسطة تحميل هذه البلازميد دي ان اي وين او يعني شلون نقول adsorbed على الذهب او التنجستين. طبعا التنجستين هو عبارة عن عنصر فلزي صلب وقوي جدا، يستخدم في بعض الاحيان لغرض تقسية الفولاذ. طبعا هنا يتم نقله الى التارجت سيل باستخدام الكومبريسد هيليوم اللي هو شلون نقول الهيليوم المضغوط as an accelerant حتى يسرع او يعجل عملية نقل هذا الفاكسين الى داخل الهوست سيل.
Alternative delivery method have include aerosol installation of naked DNA on mucosal surface such as the nasal and lung mucosa. هنا أنا بالنسبة للنسل واللانج ميوكوزا اللي هي الطبقات المخاطية المبطنة للرئتين والأنف يتم النقل بواسطة الايروسول انستاليشن اوف نكد دي ان اي الاعتيادي يتم نقله بواسطة الايروسول انستاليشن. هنا أنا راح يتم من ناحية شلون نقول تقطير او تنقيط لدقائق المال ايروسول حتى يتم نقلها الى الأغشية المخاطية المبطنة للرئتين والأنف. The method of delivery determines the dose of DNA required rising an effective immune response. Saline injection require variable amount of DNA from 10 microgram to 1 milligram, whereas gene gun deliveries require 100 to 1000 times less DNA than intramuscular saline injection to rise an effective immune response. إذن هنا كمية الDNA اللي يحتاجها كل طريقة من الطريقتين اللي ذكرناها قبل شوية السلاين انجكشن والجين جان ديليفري ميثود. بالطريقة الأولى بالسلاين اللي ذكرناها بأول بداية الديليفري ميثود نحتاج كمية تقريبا من 10 مايكروغرامات إلى 1 ملغرام، في حين بالجين جان الكمية تكون أقل ب 100 إلى 1000 مرة كمية الـ DNA في حال استخدام السلاين، يعني كمية الحقن تكون قليلة جدا بواسطة استخدام الجين جان ديليفريز ميثود، وأيضا راح تعطيني استجابة مناعية قوية بهذه الكمية القليلة باعتبار هناك الـ DNA. زين نجي alternative approach for vaccine production. راح ناخذ طرق أخرى لغرض إنتاج اللقاحات ونقلها. الطريقة الأولى recombinant viral antigen subunit vaccine، هاي اللي حكينا بها قبل شوية. Virus protein or genetic material from a selected infectious agent is inserted into live microbe that is non-pathogenic. The recombinant microbe will multiply and express the foreign gene and the vaccine recipient will be immunized against microbial antigen. إذن هذه التقنية تقريبا مشابهة اللي ذكرناها قبل شوية، انه يتم اخذ الجينات المسؤولة عن انتاج الفيرولنس او انتاج البروتينات الانتيجينات الخاصة بالفيروسات او غيرها، وبعدها راح ناخذ هذه الجينات ويتم حقنها في لايف مايكروب يكون نون باثوجينيك، مايكروب حي يكون غير ممرض، وبالتالي راح بالتضاعف يتم انتاج كميه من هذا الماده البروتينيه اللي ذكرناها قبل شويه، واقدر ان انقل هذا الميكروب الى داخل جسم المضيف حتى ينتج هذا البروتين وتصير عندي استجابه مناعيه. يعني ما انقل الفيروس نفسه اللي سبب الاصابه، لا اقتله ولا اضعفه، لا اخذ الجين المسؤول عن انتاج الانتيجينات الخاصه بي، مثلا الاس انتيجين خصوصا بالفيروسات، ومن ثم يتم حقنه داخل خليه بكتيريه، الجين المسؤول طبعا خليه بكتيريه غير ممرضه، راح يتضاعف هذا الجين، وممكن ان لو حقنته داخل جسم الانسان مثلا حقنت هذه البكتيريا راح تعبر عن هذا الجين وتنتج لي البروتين اللي هو مثل ما ذكرنا مثلا الاس انتيجين، وبالتالي راح يصير عندي استجابه مناعيه ضد هذا الاس انتيجين من دون ان استخدم الفيروس نفسه، مثلا بدون ان استخدم الهيباتيتس بي فيروس. نعطينا هنا نفس الحكي اللي قلته، ايكولاي سيل وير فيرست تو بي يوزد فور ذيس بيربوس فاكسينيا ذا فيروس اوريجينالي يوزد تو فاكسينيتد فور سمول بوكس اند ادينو فيروسز هاف بروفايد بارتيكل ايجنت فور ذيس تكنيك يوز. اذا ايضا نستخدم الايكولاي اللي هي تعتبر من اسهل انواع البكتيريا اللي ممكن نتعامل وياها، وايضا ناخذ السلالات غير الممرضه حتى نحقن بها انواع من الجينات المسؤوله عن انتاج انتيجينات خاصه بفيروسات ممرضه، مثلا عندنا هنا ذاكرين الفاكسينيا والسمول بوكس والادينو فيروسز
حتى يتم انتاج الانتيجينات، حتى تسوي لي استجابه مناعيه ضد هذه الانتيجينات. These methods are particularly effective in designing vaccines for obligate parasites that are difficult or expensive to culture, syphilis, spirochete, or malaria parasite, example HPV virus مثل ما ذكرنا قبل شوي. هنا راح نستخدم هذه الطريقة في حال عندي أنواع من الممرضات أو المتطفلات اللي تكون من الصعب وأكيد غالية عملية إنتاج اللقاحات ضدها. ف difficult and expensive to culture لغرض إنه أزرعها وحصل من عندها على اللقاح. This technology provides means of isolating the gene that encoded virus microbial antigen, inserting them into plasmid vector and cloning them in appropriate host. إذا مثل ما ذكرنا نفس ما شرحنا بداية المحاضرة إنه هذه التقنية راح تتضمن إنه أعزل الجين المسؤول encoded various microbial antigen اللي يشفر لعدد من انتيجينات الميكروب اللي أريد أنا أسوي استجابة مناعية ضدها ويتم حقنها داخل البلازميد فيكتور وأيضا cloning them in appropriate host حتى يتم إنتاج هذه البروتينات أو هذه الانتيجينات وتحدث عندي الاستجابة المناعية ضدها. الطريقة الثانية السينثيتيك بيبتايد بيبتيدات المصنعة identification of the peptide sequence that trigger a protective immune response يعني هو الاميونوجينيك سايت. اذا راح اشخص سلسلة البيبتايد اللي شو تسوي لي؟ تسوي لي trigger تحفز او تثير البروتكتيف immune response الاستجابة المناعية لغرض الحماية. يعني الاميونوجينيك سايت الجزء اللي يسوي لي الاستجابة المناعية. And to use completely synthetic version of this as the vaccine substance. وبالتالي استخدم شلون نقول اصدار مصنع من هذه المادة كلقاح وحتى تصير عندي استجابة مناعية. يعني مثلا انا راح اصنع التوكسين نفسه هذا التوكسين بدل ما احوله الى توكسويد مثلا مثل ما ذكرنا بالكلوستريديوم تيتاني او مثلا الكوريني بكتيريوم ديفثيريا بدل ما اني احول التوكسين الى توكسويد لا راح اخذ التسلسل سيكونس بيبتايد سيكونس مالته واجي شنو اسوي؟ اصنعه واحقنه بداخل جسم المضيف حتى تصير عندي استجابه مناعيه ضده. يعني ما اخذ التوكسين نفسه بالتالي ممكن ان يسبب لي ضرر، لا اصنع فد سلسله بيبتيديه مشابهه للسلسله البيبتيديه الخاصه بالتوكسين او بالبروتين او بالانتيجين الخاص بالميكروب. ذكرنا هنا مثال مثلا الكاوبي موزايك فيروس was genetically engineered to include surface antigen from foot and mouth disease virus. راح ناخذ الكاوبي موزايك فيروس هذا يصيب النباتات، فيروس يصيب النباتات، راح نجي نهندسه وراثيا حتى يتضمن الاس انتيجين الخاص بفيروس ثاني. شنو هو الفيروس الثاني؟ الفيروس الثاني اسمه foot and mouth disease virus. هذا فيروس ممرض للانسان والحيوان وخطر جدا. بالتالي راح اخذ الاس انتيجين الخاص بهذا الفيروس ويتم تعديل الكاوبي موزايك فيروس وراثيا لغرض ان يتضمن هذا الانتيجين. This virus was used to inject its natural host black eye بي بلانت، طبعا هذا يصيب البازاليا، and introduce gene from the foot and mouth disease virus ويتم تقديم الجينات المسؤولة عن إنتاج الاس انتيجين الخاص بالfoot and mouth disease virus was expressed handsomely in the plant and the plant need to be sacrificed a few weeks after infection. One leaf from the infected plant produced enough surface antigen to serve as a vaccine for 200 doses. بالتالي مثل ما ذكرنا قبل شوي انه انا اصلا راح اصنع هذا البيبتايد السلسله البيبتيدية. فاخذنا الاس انتيجين الخاص بالفوت اند ماوث ديزيز وحقناه بهذا الفيروس اللي هو يصيب النبات، فبالتالي هذا الجين راح يعبر لي على الاس انتيجين بعد فتره من الزمن لان هو اصلا موجود بداخل داخل الفيروس الثاني اللي صاب النبات، فراح نشوف بعد فتره ان ورقه واحده من النبات المصاب بمن المصاب بالفيروس بالموزايك فيروس الفيروس الاول اللي يصيب النباتات يوفر لي ما يقارب
200 دوز من الاس انتيجين الخاص بالفود اند ماوث ديزيز فيروس. يعني اعيدها بشكل ابسط، انه انا اريد اصنع بيبتايد سيكونس، بيبتايد سيكونس فاكسين. هذا شو راح يتم تصنيعه؟ راح اخذ الجين المسؤول عن انتاج هذا البيبتايد، وش اسويها؟ احقنها بفيروس ثاني، طبعا هي ماخوذه من فيروس اكيد، احقنها بفيروس ثاني. هذا الفيروس الثاني يصيب النباتات، فاخليه بشكل طبيعي يصيب النباتات. من راح يصيب النباتات راح يضاعف اكيد، وينتج لي يعبر لي الماده الوراثيه مالته، راح تعبر عن البروتينات الخاصه به والبروتينات اللي انا دخلتها لها ان يشفر لها الجينات الماخوذه من فيروس ثاني. فبالتالي من راح يصيب النبات شو راح يطلع على اوراق النبات؟ راح تطلع ايضا الاس انتيجين اللي هي ماخوذه من الفيروس الثاني اللي انا حقنته في داخل هذا الفيروس. يعني النقطه الاساسيه بمحاضرتنا اليوم هي الاكسبريشن، هي التعبير، انه انا اخذ الجين المسؤول عن انتاج الانتيجين واحقنه اما بخلايا مضيف او بخلايا فيروس ثاني او بخلايا بكتيريا غير ممرضه، وانتظر ان هذه الخلايا تعبر لي عن هذا الانتيجين. هذه تقريبا فكره المحاضره. نجي للإدبل فاكسين، الفاكسين اللي ماكول اللي اقدر اكله. يعني الإدبل فاكسين ار ميوكازل تارجتد فاكسين which causes stimulation of both systemic and mucosal immune response. إذن من اسمه مأكول ينأكل، بالتالي راح يستهدف الطبقة المخاطية في القناة الهضمية، وبالتالي راح يحفز لي systemic والميوكوزال immune response. اثنيناتهم استجابة مناعية ضد، يعني أكيد جهازية الجهاز المناعي والميوكوزال بالطبقة المخاطية. إدبل فاكسين are being developed from various diseases such as measles, cholera, and hepatitis B, and many more are in the process of development. إذن بالتالي حضرنا للإدبل فاكسين حماية ضد العديد من الأمراض، منها الحصبة والكوليرا والتهاب الكبد الفيروسي من نوع B. إدبل فاكسين would not need purification, refrigeration, and injection. This made the vaccine cheap. أيضا من أمثلتها tomato and lettuce have been transformed to produce HPS antigen. شوفوا انتبهوا هنا، الإدبل فاكسين ما راح يحتاج لا تنقية ولا ثلاجة ولا حقن ولا هذه الطرق اللي ناخذها الاعتيادية بالتنقية، بسبب أنه أنا راح أجي أخليه بطعام، أخليه بأكل أستخدمه بالطعام، وأيضا تكلفته تكون رخيصة. فبالتالي ممكن ان استخدم الخس والطماطم في حال انه اجي انقل الجين المسؤول عن انتاج مثلا الاس انتيجين الخاص بالتهاب الكبد الفيروسي الى بواسطه بلازميد فيكتور الى خلايا نباتيه مثلا الطماطم. بعدين من راح اجي اني اتناول الطماطم وهي بيها طبعا راح تعبر على الاس انتيجين بشكل كبير بداخل هذه الطماطم، من اجي اكلها راح يدخل الى جسمي انتيجينات الاس انتيجين، ولكن ماكو اصابه، ماكو اصابه بالفيروس، فقط راح تحدث عندي استجابه مناعيه ضد هذا الاس انتيجين، واي اصابه بالمرض ماكو. مثل ما تشوفون امامكم انه هذا فيكتور راح يتم نقل الجين المراد احداث استجابه مناعيه ضده او انتاج لقاح ضده الى داخل وين؟ الخليه النباتيه، ومن ثم يتم تنميتها بهذا الشكل الى ان يطلع لي ادبل فاكسين، انه في حال تناول هذا الطعام راح يصبح عندي تمنيع ضد منه؟ ضد البروتين اللي شفر لهذا الجين اللي نقلته له عن طريق النقل. اخر شيء عندنا بمحاضره اليوم اللي هو يسموه الانتي ايديوتايبك فاكسين، اللي يسموه اللقاح المضاد. اللقاح المضاد. This unique amino acid structure in the antibody is known as the ideotype, which can be considered as a mirror of the epitope in the antigen. طبعا يشمل اللقاحات المضادة لاختلاف الأنماط الذاتية على الأجسام المضادة اللي بيها مولدات مناعية تكون من نوع 3 dimension اللي هي ثلاثية الأبعاد. شنو يعني هذا الحكي؟ يعني عندي أني هذا الأنتيبادي، بدي أشوف هذا الأنتيبادي وهذا الأنتيجين. أني طبعا هذا الأنتيجين وين يقعد؟ يقعد هنا أنا بهذا المكان. راح أجي أنتج أنتي أيديوتايبك أنتيبادي، هذا يكون ضد الانتيبادي، مضاد الانتيبادي، باعتبار انه راح يقعد هنا بالمكان اللي يقعد به الانتيجين.
ويعتبر ميرور المن للإبيتوب إن ذا أنتيجين، يعني مراية لهذا، يعني هذا الجزء مننا مشابه لهذا الجزء مننا من الأنتيجين، أو هذا الجزء الأسفل من الأنتيجين يعتبر مثل المراية إليه، معاكس إليه، مشابه إليه. Antibodies can be raised against the ideotype by injecting the antibody into another animal. أكيد راح أزيد الأنتيبوديات ضد الأيديوتايب بحقن الأنتيبودي في حيوانات أخرى. يعني هذا يعتبر مثل الأنتيجين، هو يعتبر لقاح، هو صح أنتي أيديوتايب يعني مشابه إلى، ولكن شنو أيديوتايب يعني به جزء يكون مثل المراية للإبيتوب مال الأنتيجين. فمن أجي أحقنه هذا الأنتيبودي شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي استجابة مناعية وراح يزيد عدد الأنتيبودي. This anti-ideotype antibody mimics part of the three-dimensional structure of the antigen. This can be used as vaccine. احنا مو قلنا قبل شوية هذا الكلام انه هو راح يسوي انه هو راح يحفز جزء من the three-dimensional structure of antigen. Three-dimensional مشابه لهذا، نفس الشيء قاعد هنا بنفس الفكرة، فبالتالي راح يستخدم كلقاح يحفز لي الاستجابة المناعية. When the anti-ideotype antibody is injected into a vaccine, antibody اللي هي نفسها anti-ideotype antibody are formed that recognize a structure similar to part of the virus and may potentially neutralize the virus. إذا من استخدم ال anti-ideotype antibody هذه شو راح تسوي؟ راح تتكون عندي antibodies ضدها. بنفس الوقت هي مشابهة لل three-dimensional part of a three-dimensional of virus، مشابهة لجزء من التركيب ثلاثي الابعاد للفيروس. فايش راح اسوي؟ ممكن انه الانتيبوديات اللي تم انتاجها ضد الانتي ايديوتايب انتيبودي ايش راح اسوي؟ راح تقضي على الفيروس المشابه للانتي ايديوتايب انتيبودي. يعني اعيد لكم اياها بشكل ابسط، هذا الانتي ايديوتايب انتيبودي هذا يعتبر لقاح، ماشي، جزء من عنده مشابه للبارت اوف 3 دايمنشنال structure of antigen، يعني هذا البارت مشابه لهذا البارت، فراح تتكون مناعة أو انتيبادي ضد هذا الانتي ايديوتايب انتيبادي، ممكن نفس هذه شو تسوي؟ تعدل لي الفيروسات وتخلصني من عندها. أعتقد هسه الصورة صارت واضحة، يعني بالضبط هو هذا لقاح، ولكن شكله هو عبارة عن انتيبادي وشكله بجزء مشابه لجزء من الفيروس. اعتقد المحاضره شويه يراد لها تركيز، ولكن يعني هي مو كل صعبه، قروها، وفي حال وجود اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلوني وان شاء الله اجاوبكم عليه. شكرا جزيلا.